أرض تحكي عن حضارات قديمة سطرها التاريخ على مدى الأزمان، وتحمل عبق الماضي العريق من خلال مفرداتها وكنوزها العظيمة. كنوز من بلادي. مالك بن فهم الأزدي ملك عظيم وحقق بطولات كبيرة، فكان يستحق أن يسطر اسمه في التاريخ وتسمى باسمه المدارس والجامعات. كما ذكر في النقش أن لوغا المجان أي ملك مجان بعث ذهبا إلى الملك شولكي. هو ثالث أئمة اليعاربة، سار سيرة الحق والعدل وشهر عنه حبه للعلم، فبنى حصن جبرين واتخذه مدرسة تخرج منها الكثير من العلماء. ولماذا سميت بأرض اللبان؟ لأنها اشتهرت قديما بتصدير اللبان لحضارات العالم القديم. إن هذا الحدث يدل على أن حاكم مجان كان له من الأهمية ما يكفي ليتم السماح لمبعوثه للمشاركة في الاحتفالات الدينية لمدينة أور. كنوز من بلادي. زهرة من زنجبار. سالم بستاني نشيط، وأخته غنيمة بستانية ذواقة، يعيشان في بيت يحب الأزهار والورد وتفوح منه روائح عطرية رائعة. ذات يوم توجها إلى سوق الغراس والبذور والشتلات وقضيا وقتا ممتعا. كان الباعة ينادون: بذور لا تأكلها الطيور، غراس تنمو وترفع الرأس، نباتات ولها حكايات. صيحات يعرفها سالم وغنيمة جيدا. وكان بين الباعة فتى يبتسم وينادي بهمة ونشاط: كي تعرف الأخبار اشتري زهرة زنجبار، فيها العطر والأسرار. لم يقاوم سالم وغنيمة صيحات ذلك الفتى، فدفعا ثمن بذرة زهرة وأسرعا ليزرعاها في حديقة البيت. وبعد أيام تفتحت أوراق الزهرة وهتف سالم: يوجد كتابة على أوراقها. راح الاثنان يقرآن بالتناوب: أنا الأميرة موزة بنت الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي، مؤسس الدولة البوسعيدية الحاكمة في سلطنة عمان. ساهمت بشكل مؤثر في تهيئة الحكم لابن أخي السيد سعيد بن سلطان الذي حكم عمان وزنجبار. ولدت في مدينة الرستاق، وأمي من قبيلة الجبري من ولاية بركة. نشأت في بيت والدي إمام عمان، فتعلمت على يديه شؤون السياسة والحكم. تزوجت من سيف بن محمد بن علي البوسعيدي، والذي توفي قبل أن ننجب أطفالا. برزت شخصيتي في ظروف عصيبة، إذ لعبت دورا مهما في انتقال الحكم إلى ابن أخي السيد سعيد بن سلطان. فقد أعلنت تولية نفسي حكم البلاد مؤقتا، والوصاية على ابن أخي سعيد حتى يبلغ سن الرشد. واجهت الحصار الذي فرض على مسقط بشجاعة وحنكة، حيث أنني خرجت متنكرة بثياب الرجال. أحببت عمان وكنت حاضرة لأضحي من أجل ترابها الغالي. قرأ سالم وغنيمة قصة الأميرة موزة وشعرا بالفخر، ثم أسرعا إلى السوق وراحا يبحثان عن الفتى الذي يبيع الأزهار، فهما يحبان الأزهار العطرية والحكايات ذات الجذور العمانية الخالدة. كنوز من بلادي. فكرة وإدارة يسرى العلوي. التأليف الدرامي يسرى العلوي، بسمة الخاطري، مهند العاقوس. المراجعة التاريخية يونس النعماني. التحرير اللغوي إبراهيم الرمحي. التدقيق اللغوي محمد الصيفي. الممثلون رشا البلوشي، هلال الهلالي، وعصام الزجالي. الإخراج حمد بن عامر الوردي.